شوف في ردود افعال واجد على اكمال القصه يا جماعه الخير. انا ترى التصوير كان عفوي والحديث كان عفوي اصلا، لكن ما ضاع شيء. انا اطلعت صراحه عن القصه، قصه جدا جميله. طريح ابن خويلد الاسدي، هذا الرجل يا جماعه الخير اثاريه رثع لك بالفرس رثيعه في القادسيه، ورثع بهم رثيعه، يعني حتى قيل انه بألف فارس. هذا الرجل عجيب جماعة الخير. طبعا هذا الرجل أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ارتد. لما ارتد هذا الرجل يا جماعة الخير أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني ضرار بن الأزور إلى قتاله، فقاتله ضرار بن الأزور وهزمه، وقاتل أيضا كذلك خالد بن الوليد وهزمه. ثم يا جماعة الخير توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسلم عاد طليحة بن خويلد الأسدي وحسن أسلامه. ثم استخلف أبو بكر الصديق في خلافة أبو بكر الصديق. طيلة الخلافة أبو بكر الصديق طليحة يجي يعتمر ويحج ولا يقدر يقابل أبو بكر الصديق، مستحي، ولا يقدر يقابل الصحابة، فكان يعتمر ويحج ويرجع إلى ديرته. ثم توفي أبو بكر الصديق في خلافة عمر بن الخطاب. في خلافة عمر الخطاب جاء معتمرا أنت يا طليحة ابن خويلد الأسدي، فتقابل هو عمر فقال له: عمر، أأنت طليحة؟ قال: نعم. قال: أأنت قتلت الرجلين الصالحين ثابت ابن أكرم وعكاشة ابن محصن؟ قال: يا أمير المؤمنين. فقال طليحة: يا أمير المؤمنين، أكرمهم الله بيدي في الشهادة يعني. فقال: والله لا أحبك أبدا يا طليحة. فقال طليحة: فمعاشرة جميلة يا أمير المؤمنين، فمعاشرة جميلة يا أمير المؤمنين، فإن الناس يتعاشرون مع البغضاء. وانتهى الحوار وحسن أسلام طليحة. هذا يا جماعة له قصة من أعجب القصص في 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 في, في القادسية. هذا رثع لك بالفرس، يعني يا جماعة الخير في 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 معركة القادسية خاض المعارك، يعني حتى ان عمر بن الخطاب قال فاستشيرا طليحه وعمر بن معد ابن يكرب ولا تولوهما. يا جماعه الخير هذا في معركه القادسيه، هو وعمر بن معد يكرب ومعهم واحد ثالث طبوا على الفرس يا جماعه من البحر، يغوصون في البحر، ثم ركب فرس من 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 يعني من خيل الفرس وبدأ يركض على خيمة رستم قائد الفرس. وطلعوا له يا جماعة، عرضوا له ثلاث قادات الفرس، عرضوا قدامه، مسك الأول هو يقول به، مسك الثاني هو يقول به، يمسك الثالث هو يلغمطه ويحطه مع بالفرس ويجيبه أسير إلى 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 خيمة قائد المسلمين سعد بن وقاص. ثم دخل على طول على خيمة سعد وماسك من علبة هو يقط على سعد، قال: ويحك يا طليحة، ما وراءك؟ قال: هذا من قاداتهم. جابه هو يقطع قدام قائد الجيش سعد بن وقاص، فقال: ويحك يا طليحة، ما وراءك؟ قال: اسأل هذا فاستخبره، عند أخبار الفرس كلهم. هذا من الخرعة من الخوف قال: الربع على ما تكفون الأمان، وراح أقول لكم كل شيء، والله راح أعلمكم كل شيء. أول ما تكلم يا جماعة الخير قال: سأتكلم عن هذا الرجل. طبعا الصحابة بعض الصحابة كانوا موجودين والقادات الجيش موجودين، يتكلم عن شجاعة طليحة. قال: هذا سوابنا رذع بنا رذيع. فابتسم سعد